ما انا جايلك ماشي اهو، كان في حد عنده رخصه ليه ما يمشي كده؟ لا الحمد لله رأى. كنت فاكرك كده انا يعني، بس الحمد لله الاشاعه اثبتت ان هي كانت مجديه في الربع خارجي. حقيقه توقيعك للزمالك؟ انا رحت خلصت مع المستشار كل حاجه، وهو دلوقتي الموضوع مش في ايديا، الموضوع ما بين الادارتين بقى مش في ايديا خالص. وقعت كام سنه الزمالك؟ 5. كنت كان هي لعب الزمالك؟ حقيقه توقيعك للاسماعيلي؟ لا لا مش كده خالص، انا رحت اتفقت بس ما قلتش على حاجه. خدتش 150,000 جنيه والله وقعت. ما ينفعش هاخد فلوس اروح من حد تاني، ما انا كده هتوقف. ما ينفعش لو التوقيع عمره سهل يعني، لكن اخد فلوس من فرقه واروح عند في حد تاني هتوقف. اشوفك بتيشيرت الزمالك امتى؟ اللي انت عند ربنا بقى ان شاء الله، لسه انا مش عارف الوقت ايه. حقيقه مفاوضات النادي الاهلي دلوقتي مفيش يعني. كان اخر مره كان ممكن اخر مره بعد ماتش الاهلي والشرطه الاخير. مين كان معاك في النادي الاهلي؟ كابتن سيد. بس طبعا في متردد ان انا قفلت وكلمت، فما جاليش تليفون خالص بصراحه ولا قفلت سكه بوش. ما ينفعش اصلا هنا رمز كبير في الكره المصريه، فما ينفعش انا كلمني ولا احنا عايزينك من اول السنه. بقول ان شاء الله، بس هو ده اللي ضربه بينا. شايف ان الاهلي مفاوضات يمكن عايز يقطع الطريق على الزمالك؟ انا شايف كده، مش شايف لهم عشان عايزين مش محتاجين. لكن انا خلاص خلاص كل حاجه معانا للزمالك. الموضوع ده ملوش علاقه بمفاوضات السوليه. انا بقول لحضرتك انا ما اعلمش، انا حصل كده 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 كده، بس انا حاسس الناس اللي جت معانا دي الزمالك، فانا مش تخوف منك يعني ان هم بيتفاوضوا مع السوليه، فان انت ممكن تكون. لا لا خالص خالص، انا خلاص خدت القرار وربنا بقى يوفق. حقيقه الصور اللي كانت متداوله ليك انضمامك لالتراس اهلاوي. بص الصور دي من 2009 مثلا، فيعني حتى عشان تعرف انا مش عارف سالوها، انا لابس جاكيت. انا كنت فعلا في الماتش وكنت بشجع النادي الاهلي، بس كنت لسه ما لعبتش دوري ممتاز اصلا، كنت لسه في الناشئين. فالصورة المتداولة دي انا مش لابس حاجة يعني، لعيب نازل في المدربات عادي، فعادي لا وبعيد عن ان اي حاجة الانتماء ده بره الملعب، لكن جوه الملعب الناس تحكم عليا في الملعب بس. كتير من جماهير نادي الزمالك وخاصة ده ظهر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي رفض انضمامك للزمالك، تقول انت اهلاوي فمش متقبلة وجودك يعني. لا دول مش كتير، هما قليلين قوي يعني. يعني دي الناس اللي هي فاهمني، اني تحس ان انا ما بينهم يعني، هو موقع واحد، هو بيج واحد بس اللي دلوقتي بجد دلوقتي بيعمل الكلام ده، لكن كل الناس واقفه جنبي، لانه مش انا اول واحد يعني انا بلعب نادي الزمالك ولا اول واحد بلعب نادي الاهلي، في قبليه كتير، فاكيد هم ما يلوك ان انت في الملعب كويس، كل ده هيتنسي وكل الناس هتقف جنبك. حلم صلاح ليك واهلي وزمالك، ما فكرتش في ان انت تكون تكرر تجربه محمد صلاح ومحمد النني ان هم خرجوا من المقاولين على بازل ومن بازل للدوري الانجليزي؟ بص انا يعني ما اكذبش عليك، طبعا حلم الاحتراف، بس حلم الاحتراف وانت في اتحاد الشرطه برضه يعني ايه، مش يعني انت هتروح فرقه تكون صغيره وملهاش اسم، وهتروح كمان ايه ان انت لسه مش انت اصلا لسه ما رحتش منتخب مصر اولا، فانت بتروح ان انت هتروح كده الناس يعني زي اختبارات مثلا، لكن لما تروح النادي الاهلي ونادي الزمالك مثلا وتعمل معاهم موسم والموسمين كويسين، هتلاقي انديه بالاسم زي اندرلخت في تريزيجيه، وما شاء الله ربنا يكرمه. ف يعني حلم الاول دلوقتي ان انت تروح يعني اولا اهلي وزمالك، وبعد كده منتخب مصر، ومن هناك انت هتعرف تحترف في حته كويسه، مش تروح تحترف في حته مثلا درجه ثانيه ولا حته هتنزل، فاهم قصدي ايه كده؟ ميدو. كلمني ايه اللي دار معاك في المكالمه؟ بص العلاقه ما بين كابتن احسن ميدو صلاح ليكو يعني فاهمني، ان هو راح الجرار بيحبني بيحب لعبي، حس ان انا من يعني هو كلامه معايا ان انت احسن لعيب في مركزك، يعني هو ما راح الاسماعيلي كلمني ان انا اروح، وما جينا قبل ما يمشي نادي الزمالك اول مره خالص، كنت انا لسه اول سنه دوري بس كان عايزني برضه، بس النادي برضه كرفه، فما رجع نادي الزمالك مع ست المستشار برضه عايزني، فالاثنين برضه ايه كانوا بيعملوا اقصى جهدهم ان الموضوع يخلص اليومين دول يعني، بس الشرطه رافضه تماما. فانا كابتن احمد صبري كل ما يعني ما فيش برنامج تلقى فيه سواء كان في الاهلي الزمالك بنتكلم عليا، فده شرف كبير يعني. مرتضى منصور اكلمك كم مره تقريبا؟ لا كتير يعني، حتى الاسبوع ده كله احنا مع بعض على طول. اتكلمت في تفاصيل اهلي او لا خالص، الراجل ما اتكلمش معايا في اي حاجه، الراجل ما بيتكلم معايا يمكن انت عايز نادي الزمالك، قلت له يعني النادي الزمالك عايزك، فانت قلت له شرف كبير لاي حد يلعب في نادي الزمالك يعني، مش انا بس، اي لعيب في مصر بقى سيبك ان هو اهلاوي ولا زملكاوي في افريقيا عامه، لا انت جالك نادي الزمالك اكيد هتموت عشان تروح نادي الزمالك عشان تلعب وتثبت ان الناس اللي هي القله اللي هي قالت ان صلاح ريكو اهلاوي وكده، انت تثبت لهم في الملعب ان انا هموت نفسي وهم اللي هيقفوا جنبك. عقدك مع الشرطه قد ايه؟ لسه بدل 3 سنين. تاخد عقدك كل تقديم على الشرطه؟ لا ما ينفعش اقول لك ليه؟ لا حاجه ما ينفعش. الرقم مفجل؟ الناس هتستغرب. قعدك مع الزمالك 5 سنين؟ 5 سنين. كام في الموسم؟ لا الفلوس لسه ما اديتهاش لسه ما اتفقناش عليها. يعني انت وقعت من غير ما تتفق على مبلغ؟
طب لو حصل اختلاف في الاتفاقات المالية؟ لا ان شاء الله مش هيحصل. الراجل كلمني قال لي زي اللي في سنك واللي في الفرقة عندنا واخدين زيك انت مش هتبقى اعلى من حد ولا اقل من حد، كله عندنا كده. ففيها فئات بقى كبار بقى وفئة اولى فاهمني كده. لو حسيت برضه ان الموضوع مهم بالنسبه لك لا هتكلم طبعا، مش مرضي ما توصلتش ممكن تعيد النظر في انضمام الزمالك. انا راح الزمالك ليه؟ طب لو الاهلي قدم لك عرض اقل من نادي الزمالك؟ انا قلت لك ماليش دعوه، الكلام مع مجلس اداره اتحاد الشرطه. بعيد عن العرض المالي لاتحاد الشرطه، ريكو نفسه العرض المقابل اللي هتاخده. انا مش هبصلها ناحيه فلوس يعني. انا ماشي، احنا بنتكلم دلوقتي الاهلي دخل في مفاوضات جاده مع ريكو تمام، ووعده بحصول على فرصه ان الراجل هيشارك بشكل اساسي تمام، بس تقدم بعرض اقل من نادي الزمالك. برضه الموضوع مش في الراجل، مش هيبقى موجود معايا انا خالص، لان انا مش همشي فري. بقول لك يعني انا المبلغ اللي هاخده، الاهلي توصل اتفاق مع اتحاد الشرطه تمام، الزمالك توصل اتفاق تمام، واصبح الموضوع عند الرابع، انت الرابع بتاعتك، بس العرض المادي بتاع الاهلي اقل من الزمالك. ما بينه وبين ربنا الرغبه دي بقى. اقوى دوري الانجليزي مانشستر ولا ارسنال؟ شجع الاثنين دول. اه يعني لكني بتضايق جدا لما بجيب ريال مدريد بالذات كمان. افضل لاعب كريستيانو وبوب. مساء الخير. كريستيانو وبوب. مين تتمنى تلعب ضده؟ بوب. وغير بوب؟ كريستيانو برضه. هما الاثنين دول عندي انا حاجه ثانيه. كنت زعلان جدا ما كانش احسن لعيب على فكره كريستيانو. شايف ان هو الاحق بيه؟ بص هو الاحق نيمار بصراحه، مش ولا ده ولا ده. مش ميسي؟ لا ميسي قعد سبب فتره مصاب، وكان نيمار هو شايل برشلونه، وبنفس الكلام كريستيانو كان قاعد فتره انه مش في مستواه. بس انا شايف ان هي يعني طبعا ميسي ده مش اختلاف عليه يعني، مش حد، بس انا شايف ان هم كانوا يدوا نيمار بيها برضه، لان ميسي وكريستيانو عندهم كتير. طب هو في الدوري المصري تحب تلعب جنب مين؟ حسام غالي. ليه؟ انا شايف ان هو يعني لعيب مش حاسس ان هو لاعب مش مصري خالص في مركزه، مهما يكبر بصراحه كورته اعلى من فكر المصريين عامه. افضل نادي مصر في الوقت الحالي بيقدم كوره المقصر. مين اللعيبه المصريين اللي في الدوري حاليا شايف ان هو مكانه الدوري؟ صلاح فتحي ورمضان دول اكتر اتنين لازم يخرجوا بره دلوقتي في الوقت اللي هم فيه دلوقتي حالا. لو رحت وبتلعب ديربي اهلي وزمالك ورمضان واقف على الكوره، التصرف ده يبقى غير تلقائي خالص. تتصرف انت في الملعب حاجه ثانيه يعني. انا لو قاعد بتفرج اقول لك مش مهم مثلا، لكن ما تعلمش لو انت في الملعب ممكن تعمل زي اللي عمله حازم امام فعلا، بس ده بيبقى تصرف لا ارادي خالص انت في الملعب. افضل مباراه لعبتها؟ افضل مباراه لعبتها ده واحد فيها ضربه جزاء، بس ده افضل مباراه لعبتها ماتش الاهلي والشرطه 3-1. افضل هدف احرزه؟ الاخير بتاع الاسماعيلي. عايزينك قلت لك توجه كلمه للجماهير اللي نزلها تقول لهم ايه؟ اوكي كده، بس عشان في كلام كتير بيتكتب على اسمي وبادجات باسمي وكل حاجه باسمي، وناس بتكتب حاجات على لساني. انا دلوقتي ما عنديش على الفيسبوك اي بيج، ولا اللي عندي فيسبوك اي اكونت ولا اي حاجه. انا على الانستجرام صلاح ريكو بس، لكن انا عشان بس الناس كتير قوي بعت لي سكرين شوت ان صفحه باسمي بتنزل من كام صلاح ميسي قفل السكه في سنت، قفل السكه في وشه، وانت دلوقتي قاعد في مكتب مرتضى، وانت الناس بتنزل حاجات على اسمي والناس فاكره ان انا، لكن انا مش انا يعني بقى. عن طريق من هنا ان انا بقول ان انا ما فيش اي حاجه تتكتب على سنه على فيسبوك حاليا. مرتضى منصور وجاله كده؟ وجاله ان هو رجع قيمه نادي الزمالك تاني يعني الصراحه يعني مهما المشاكل اللي بيعملها دي، بس هو دلوقتي يعني بمعنى صح ما فيش حد يقدر يخلص نادي الزمالك بكلمه زي الاول. احكي لنا الواقعه بتاعت احمد عبد الملك في ماتش الزمالك والشرطه. الواقعه دي انا لبستها كده يعني. انا خلصت الماتش وروحت نمت، صحيت على الساعة 2 بالليل كده، طبعا كنت زعلان احنا ضربنا 5 يعني. صحيت لقيت ناس بتقول لي مرتضى منصور طلع شهادة معاك ومش عارف ايه. تاني يوم على طول عملت مدافع مع كابتن كريم. المشكلة ما كانش ريكو احمد عيد على فكرة. يعني المشكلة ما كنتش انا احمد عيد مباشرة. تمام. المشكلة كنت انا وباسل واسلام السيرد باك بتاعنا واقفين في الجون بتاعنا واقع فاهمني. فبقى انا وباسل صحاب من زمان، كان هو في بتروجيت وانا في الشرطة وهو ما قد يعني، فكنا بنلعب الدوري ورحنا منتخب مصر واحنا صغيرين مع بعض. فبقول له ده ابراهيم نور الدين مثلا خلص الماتش بدري طرد وضرب الجزاء وكده. ففي نزل بقى احمد عيد كده مش عارف هو كان ماله يعني. فراح قال له بس انت تعالى هنا في لفظ اتقال كده ما ينفعش يتقال ايه. قال له دي فرقه كده 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 كده. ما قالوش ريكو مثلا، قال له دي فرقه. فاسلام رد عليه. فانا بقول له يا ابني انت لعيب كبير يعني المفروض اللفظ ده ما يطلعش مني. فقال لي انت كده 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 شتمته شخصا، شتمتوش ان انا شتمت زي ما هو بيقول يعني. شتمت شخص، هو شخص شتمني في الشتم. انا كبرت لك بقى وان انت لعيب كبير وكده، لكن انت الشمتين هتشمت بس. عايزينك توجه كلمه لمسؤولي الشرطه. انا هوجه لهم كلمه ان انا بس عشان حصل مشاده بيني وبينهم امبارح يعني، هوجه لهم كلمه ان انا تحت امركم واقعد مع النادي الست شهور دول كمان
يعني ده مربين ان شاء الله، ونقعد نقعد ونثبت في الدوري الممتاز ان شاء الله، وانتوا هم مديني وعد ان انت هتمشي السنه الجايه. اخيرا مسؤولي الاسماعيلي وجماهيرهم كانوا عايزين بيه. هم وريكو كان عايزهم، بس الموضوع مش في دماغي برضه، الموضوع مش في ايديا انا. يعني الموضوع مش في ايديا. ريكو مش هيمشي عن طريق مجلس اداره الشرطه، فاللي هيخلص مع مجلس اداره الشرطه هو اللي ريكو هيروح، فمش مش بمزاج ان انا عايز اروح الاسماعيلي يبقى خلاص كده يلا اخد شنطتي واروح الاسماعيلي. الكلام ده لو انا فري ان انا اختار النادي اللي انا عايزه. لكن دلوقتي مش بايديا. انت وشطارتك بقى، اي اداره وشطارتها ان هتخلص ان ريكو مع الاداره بقى بتاعت اتحاد الشرطه مش معانا. اللي اداره اتحاد الشرطه تسلمه الاستغناء في ايديه، يبقى انا ريكو هناك كده خلاص. يعني لو الاسماعيلي يتوصل لاتفاق مع الشرطه تروح الاسماعيلي؟ ما هو الشرطه هدفها تستفيد ماديا من ورا تمام. الاسماعيلي قدم عرض قال لك 10 جنيه مثلا. الاسماعيلي قدم عرض مالي اكتر من الزمالك، توصل اتفاق مع الشرطه. مفيش مانع طبعا. مفيش مانع. ولو النادي الاهلي مش مانع، ولو النادي الزمالك مش مانع. بس حتى الان. ايوه حتى الان. بص ما انا مضيت وكل حاجه، والناس كلها عارفه ان انا مضيت خمس سنين من الزمالك. ممكن كابتن حسام بيجو يمشي دلوقتي. يقدر بقى يحصل بطل كده ماتشين يمشي، جه مدرب اجنبي مش عايز ريكو. محمد عبد الواحد بيسالك بيقول لك عاوزينك في الزمالك، وهل هو وافق فعلا؟ هل انت وافقت قبل كده على الاسماعيلي ولا الزمالك؟ ومستنيينك في الصيف. لا خلاص انا خلاص ان شاء الله الانتقال للزمالك ده مساله وقت، يعني في يناير للسنه الجايه، بس خلاص اكيد السنه الجايه. احمد عواد بيسالك عندك الشجاعه تقول قدام الناس كلها انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا دلوقتي ما بشجعش فرقه ابنيه، انا الفرقه اللي بلعب بيها بشجعها. احمد ابراهيم بيسالك بيقول لك انت من التراس اهلاوي فعلا، وهل كان عندك عروض من الاهلي؟ لا انا كنت من جمهور الاهلي مش من التراس اهلاوي كنت. عمرو ارتيجا بيسالك انت هتيجي الزمالك امتى، ويا ترى هتعمل زي مؤمن ولا لا؟ ان شاء الله هاجي الزمالك في بدايه الموسم الجاي اعمل زي مؤمن. لا مش عارف، انا مضي 5 سنين مؤمن كان اعرف، فمضي 5 سنين بس اطمن ما تقلقش.